إبراهيم عيسى يتصدر الترند ويثير الجدل وكلمة السر إبدان. اتصدر في الساعات الأخيرة اسم الكاتب الصحفي والروائي ومقدم البرامج التلفزيونية إبراهيم عيسى بعد انتشار صورة ليه على منصات التواصل الاجتماعي بلون بشرة سمراء عكس لون بشرته الطبيعي بعد اختفائه لمدة شهر ونص عن الشاشة. الصورة اللي واضح جدا منها انه قضى اجازة صيفية على احد الشواطئ غيرت لون بشرته للسمرة الشديدة، وده التغيير المؤقت اللي بيحصل لكل المصطفين. بس لان ابراهيم عيسى اسم مش عادي ومثير دائما للجدل بآرائه السياسية او الفقهية وكمان كتاباته الادبية، فكان لازم صورته العادية تتحول برضه لمسار جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الجماعات ذات التوجه المعادي للدولة ومؤسساتها. فبدأت التغريدات بهجوم شديد تحت هاشتاج إبراهيم عيسى، فكتب مغرد تويتر: إبراهيم عيسى سود الله وجهه في الدنيا، فما بالك ماذا سيحدث لك في الآخرة إن لم تتوب لله على محاربتك للإسلام والمسلمين والمتلقبات. وكتب مغرد تاني وقال: هو عامل تان ولا ده غضب ربنا؟ ورد معلق على الهجوم على إبراهيم عيسى وقال: الناس مشيرة صورة إبراهيم عيسى، يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، بالملحدين يا جماعة، وشهم بيسود في الآخرة مش في الدنيا. ورد مغرد بتويتة وقال فيها: الأستاذ إبراهيم عيسى قعد شهر في المصيف، كان مستمتع وبيهيص ومبسوط، راح مقاطيع الإسلامجية قالوا إن وشه سود من الذنوب. طب أنا عايزك تصور نفسك وانت راجع من المصيف، ولا بلاش، هو الصحابي بلال بن رباح كان لونه إيه يا عنصري؟ وهل نص الصحابة كان لونهم اسود ولا ابيض؟ الموضوع ما وقفش لحد هنا. كمان كتب بعض المغردين تحت هاشتاج ابراهيم عيسى تعليقات ساخرة على الصورة بخفة دم المصريين المعتادة. فكتب مغرد تويتا وقال فيها: ابراهيم عيسى في وثائق نتفليكس. كتب مغرد تاني: ده الاستاذ ابراهيم عيسى بس من غير مكياج. تويتا تانية: هو عشان ختان بقى عليه غضب ربنا؟ على كده نتنياهو ولا شارون ربنا راضي عنه؟ سواء كنت من مؤيدي آراء الأستاذ إبراهيم عيسى أو معارض لي أو معارض لبعض آرائه، معروف أن التنمر من أسوأ الصفات اللي ممكن يتصف بيها بني آدم، لأن النوع ده من التنمر الخاص بلون البشرة مش بيستهدف الشخص اللي اتنمرت عليه بس، ده بيأذي مجتمع بالكامل، خصوصا لما تكون من سكان قارة إفريقيا القارة السمراء. وإحنا من موقع مصر بنرفض شكلا وموضوعا التنمر على اللون أو الدين، لأنه لا يمت لتعاليم وأخلاق الأديان السماوية بصلة.